مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم فتاوى من أرض الشام، ونرحب بضيفنا الدائم الشيخ عبد الرزاق المهدي أبو عبد الرحمن الشامي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي أبو عمر، مرحبا بك الله. وبالمشاهدين أرحب بهم جميعا وأقول يا أهل الشام، لقد تحملتم الكثير الكثير، فاصبروا فإن أجركم عظيم. وهذه البلاد بلاد مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالأرض المقدسة. طبعا صح، أكثر شيء يعني مقدس في بلاد الشام هو بيت المقدس القدس ودمشق، لنصوص كثيرة، لكن بلاد الشام بشكل عام هي مباركة. بلاد الشام أخي أبو عمر كما هو معلوم تشتمل أربعة بلاد، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. فأخص موضعين هما بيت المقدس ودمشق. فأقول لأهلنا في الشام اصبروا فإن أجركم كبير. في الصحيحين عن أبي سعيد الخضري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب التعب والجهد، ولا وصب المرض، ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة صور يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. فكم تحمل أهل الشام التشريد والطرد والإبعاد والسجن والتعذيب والتنكيل وتدمير البيوت والمساكن والتشبيح عليهم والقصف بالطائرات والصواريخ العنقودية والكيميائية. يعني هذا نظام الآثم ما ترك نوعا من أنواع الأسلحة حتى الكيميائية والعنقودية وغير ذلك إلا واستعملها النظام وحلفائه على شعبه. نعم، النظام وحلفائه. نعم. وكان من المقرر أخي أبو عمر على من تستخدم هذه الأسلحة؟ ضد اليهود، لحماية ضد اليهود الأصل كان يعني تستخدم، فاستعملت للأسف ضد هذا الشعب المسكين المقهور. شيخي الحبيب، الثورة السورية المباركة كانت ثورة فاضحة للأنظمة وشعارات المقاومة والمقاولة. صحيح صحيح، المزيفة المزيفة. ثورتنا وجهادنا مستمر حتى إن شاء الله نقضي على هذا النظام وأتباعه إن شاء الله. كشفت حزب اللات الحقيقة. هذا حزب اللات هذا الذي يتطوع العساكر والجنود في لبنان وفي غيرها ليقتلوا أهل السنة، ليقتلوا أهل الشام، ليقتلوا أهل التوحيد، ويتركون اليهود وهم أقرب إليهم. جنوب لبنان عبارة عن خطوات. وإلى الآن أخي أبو عمر لا تؤاخذنا على المقاطعة، إلى الآن اليهود يحتلون مزارع شبعة ما حررت. الكثير من الناس يظنون هو حسن زميرة طبعا حزب الله. طبعا تجارة الحشيش في البداية تمر من لبنان باتجاه الزبداني، أيضا هو يقول أن تحرير القدس يمر من دمشق. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يريدوا أن يقتلوا أهل السنة وأهل التوحيد في الشام وأن يقضوا عليهم، ثم قال بعد ذلك يعني يتوجهون إلى القدس بأمر المرجعية. نعم والله، هذه خيانة عظمى، هذه خيانة عظمى. ولكن أتى الرد من أسودنا ومجاهدين على جبهات القتال، قتل الروافض والميليشيات الطائفية من أبو الفضل العباس وحركة الجبناء وليس النجباء. نعم، والحرس الثوري الإيران وحزب الشيطان القتلى بالعشرات في فضل الله، وستكون سوريا مقبرة لهم. وهناك أسرى منهم الحمد لله. نعم، أسرى أيضا برتب كبيرة بفضل الله. الحمد لله، بإذن الله النصر قادم. بقي فقط بعد الحاضر تكون الأمور سهلة، تحرير كافة الريف الجنوبي إن شاء الله. خرجنا عن صلب الموضوع، ولكن فقط لنزود السادة المشاهدين ببعض بشارات النصر. كيف هو شهر رمضان؟ في البداية قلت الجو جيد، الآن اختلف. الحمد لله. نعم، بشكل عام بدأت الحرارة تزداد. نعم، بدأت الحقيقة. والنهار طويل، النهار يعني أطول أيام السنة تقريبا. نعم، من الثالثة والنصف أو الثالثة والأربعين في الفجر. نعم، وحتى الثامنة تقريبا. إيه؟ وقت طويل يعني، لكن الحمد لله الله بعين، الله بعين. نعم، جزاك الله. نستأذنك ببدء البرنامج. فضل. نعم، القطرة في الفم أو الأذن أو بخاخ الربو، هل هي مفطرة؟ هذه المسألة أخي أبو عمر، قديم العلماء تكلموا عن قطرة الأذن. نعم، قطرة الأنف
هو العين مثلا، قطنة العين وما أشبه ذلك. والناس والعلماء أخذ ورد، وبعضهم يقول قطرة الأذن مفطرة مثلا، وآخرون يقولون لا غير مفطرة، لكن قطرة العين هي المفطرة إلى آخره. الراجح أخي الكريم إن شاء الله، طالما ما في عندنا نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أعطانا العقل والفهم، طالما أنه أبيح لهذا الصائم الوضوء أن يتوضأ وأن يتمضمض بالماء، وحتى مو فقط وضوء، إنسان أحب هكذا أنه يدخل ماء إلى فمه ويحركه ويخرجه أو يلفظه، هل يفطر؟ لا يفطر. فكذلك القطرة سواء كانت في الأنف أو كانت في الأذن أو كانت في العين كما قلنا، طالما أنها تؤخذ على أنها دواء مثلا، في يعني أسوأ الحالات إذا وجدها يعني وجد أثرها أو طعمها في حلقه فيلفظ هذا الدواء، هو دواء الحقيقة، هو مر غالبا يكون، فيلفظه ولا يفطر إن شاء الله. نعم، لا يفطر. نعم، جزاك الله كل خير. ما حكم من يخوض بأعراض الناس أو يشهر في الناس؟ والله هذا كبيرة من الكبائر. نعم. هذه كبيرة من الكبائر. نعم. أن يطعن الإنسان بالناس، أنه فلان بخيل وفلان لئيم وفلان طويل وفلان قصير وفلان، أو التحدث، أنا أقصد أيضا التحدث عن أعراض الناس، الخوض في أعراض الناس بقصد التشهير. يعني تقصد حتى الطعن في مسألة أعراض النساء، يعني نسق التهم على النساء على الجيران أو الأقرباء، هذا من الكبائر أيضا. نعم. هذا من الكبائر، فالمسلم عليه أن يصون لسانه وأن يحفظ هذا اللسان الذي يريده المهالك، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في مسند أحمد والسنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن إذن بالطعان، يطعن في الناس وفي أعراضهم كذا، ولا اللعان يلعن دائما ويسب ويشتم إلى آخره، ولا الفاحش الذي يتكلم الكلام البذيء يعني والكلام المزعج للآخرين وما أشبه ذلك، ولا البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب يعني يكفيه من الشر والإثم أن يحقر أخاه المسلم، في أن يتكبر عليه، يترفع عليه، يطعن به، يقدح به، يتعالى عليه إلى ما أشبه ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى صدره الشريف: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم القيامة. هذه المسألة يا أخي الكريم أبو عمر من الكبائر، يخوض فيها الناس ويطعنون في يتكلمون في أعراض الآخرين، يشهرون بهم إلى آخره، هذا من الكبائر. نعم. هذا من الكبائر والعياذ بالله، وليس من صفات المؤمنين أبدا، إنما نعم. هو من صفات المنافقين، هذا من صفات المنافقين. نعم. المرأة متى يجب على الزوج دفع المهر للمرأة؟ تقصد متى يعني المرأة تستحق المهر؟ نعم. طبعا كما هو معلوم أخي أبو عمر، لما يعقد الشاب على هذه الفتاة، طبعا معلومة أصول العقد، أبوه من جهة، أبوها من جهة، وليها يعني كذا كذا مع شهود، ويكتبون أي نعم مهر معجل ومؤخر، عندنا في الشام على فكرة في عامة يعني بلاد العالم، أي نعم المهر واحد فقط هو مقدم. نعم. إلا في الشام، في الشام عندنا مقدم أو معجل ومؤخر لحين الطلاق أو الموت كما نعم. هو معلوم. طيب متى تستحق هذا المهر؟ تستحقه كما قال العلماء مو مجرد أنهم
يعني أجر العقد عليها وكتبه، وإنما تستحقه قبل الزفاف. يعني بصراحة في ليلة الزفاف لو ما أعطاها المهر المقدم أو المعجل فلها أن تطالب به، هذا واجب شرعي وقضائي. أي نعم، هذا بالنسبة للمعجل أو المقدم. أما بالنسبة للمؤخر فتستحقه بالطلاق أو بالوفاة كما هو معلوم. أحيانا ينصون على ذلك، المؤخر يجب بالطلاق أو بالوفاة. نعم، هل يجوز للمرأة أثناء العدة الخروج من بيتها إلى المشفى للاهتمام بابنها المصاب؟ بالنسبة للمرأة إذا كانت في العدة ما تخرج إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة وولدها في المشفى بحاجة لخدمات يعني وعناية به، ولا يوجد من ينوب عن أمه بذلك، يعني ما عنده زوجة أو أخت كبيرة مثلا أو كذا، فعند الضرورة تخرج نعم إلى المشفى للعناية بولدها، لا بأس بذلك. هل يوجد دليل على ذلك؟ نعم، يوجد دليل الخروج المرأة يعني لضرورة، أو ما بنقول ضرورة حقيقية، يعني شبه ضرورة. حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه على الصحيحين، والحديث صححه الحاكم وغير واحد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قالت جاءت عمتي، قال جابر، جاءت عمتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، طبعا كان مات زوجها وهي في العدة يعني، نعم، إن لي نخلا أفأجزه، إن لي نخلا، نعم، تمر، وطاب هذا التمر بحاجة إلى شو، قطاف يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جذي نخلك، فكانت تخرج يعني في النهار، نعم، تقطف هذه الثمار تجمعها في يعني وعاء وكذا وتعود. فجائز للمرأة المعتدة أن تخرج لضرورة أو شبه ضرورة حقيقية، مو ضرورة حقيقية. بعض المشايخ، لكن الممنوع، لا تأخذ على المقاطعة، الممنوع أن تخرج هذه المرأة المعتدة للتسلية والترفيه ولل يعني الجلوس مع الجارات والقرابات والصديقات وما أشبه ذلك للتسلية فقط. لا، هم يأتون إليها يواسونها، يعني عرفنا في أحزانها إلى آخره. نعم، جزاك الله كل خير. وإياك أخي. بعض المشايخ أفتوا بحرمة الخروج على الحاكم. هذه الفتوى دائما يعني يروج لها، لكن نحن نقول من هو هذا الحاكم؟ نعم. إذا كان هذا الحاكم والله يحكم بشرع الله ويعدل بين الناس، لكن عنده بعض الظلمات أو التجاوزات، هذا لا يجوز الخروج عليه بإجماع أهل السنة. نعم. يحكم بكتاب الله ويعدل بين الرعية كما قلنا، لكن عنده تجاوزات أحيانا، نعم، أو ظلمات معروفة محدودة كذا، فهذا لا يجوز الخروج عليه. أما إذا كان حاكم كبشار وهو غير حاكم الحقيقة، هو بايع يعني بايع خامنئي، هذا ملالي إيران، ملالي إيران بايعه، فتح الشام أمامه للتشيع وبناء الحسينيات، فتقدم الشام على طبق من ذهب للروس والإيرانيين والمرتزقة. صحيح. نعم. فهذا الإنسان الذي باع الشام وباع أرض الشام للإيرانيين أو للروس، إذن هو غير حاكم ولا يحكم، فكان لابد أخي الكريم من هذه الثورة. فنقول لهؤلاء المشايخ الذين علماء السلطان كما يقول، هذا غالبا الحقيقة، نعم، شيوخ سلطان، وهم عندهم مذهب معين يقال له، هؤلاء يقال لهم المداخلة أو الجامية. ما يعني ذلك؟ الجامية نسبة لعالم من علماء أثيوبيا ويقيم في الحجاز يعني. نعم. فهو كان تبنى هذا الأمر وركز عليه وحشد الأدلة، آيات وأحاديث وكذا، نعم، فهو يوالي الحاكم أو السلطان مطلقا. نعم. مهما فعل ومهما نكل بالناس ومهما ظلم وغير ذلك، وهذا المذهب خطأ. مذهب أهل السنة أخي أبو عمر مذهب معتدل، لا يخرج على أي إمام كما قلنا بأي خطأ بأي تظلم أو تجاوزات أو كذا،
ولا أيضا يعني دائما يعظم ويفخم هذا الإمام. نعم. فإذا ما تجاوز هذا الأمير أو هذا الرئيس مثلا حسون. أيوة نعم أيضا حسون مثلا ومن كان على شاكلته هؤلاء من أعوان السلاطين، وهؤلاء اسم عظيم. الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين ذكر بحثا في ذم العالم الذي يلوذ بالسلطان ويدافع عنه، نعم، ويدخل عليه كثيرا إلى آخره. نعم، جزاك الله كل خير. هذه المرة يأتينا سؤال من مناطق سيطرة النظام، طبعا بعض النساء غير محجبات ويصومون، هل يقبل هذا الصيام؟ بالنسبة للحجاب هو ما في خلاف أنه واجب وأنه فريضة، خاصة إذا بنقول خمار الرأس يعني. هلا بالنسبة لستر الوجه نقاب أو سدل في خلاف، وإن كان الراجح هو الحقيقة هو النقاب أو السدل، هذا الراجح عند جمهور العلماء، لكن اللي ما في خلاف أبدا أنه فريضة وأنه واجب، نعم، شرعي، هو غطاء الرأس الخمار، نعم، أو الحجاب. فالمرأة لو كانت لنقول بيقولوا لها على الموضة، نعم، أي نعم ما بتحجب، هل يعني تترك الصوم؟ الجواب لا، الجواب أنها تصوم، أي نعم، وإن كانت غير محجبة. فحساب يعني مسألة الصوم شيء ومسألة الحجاب شيء آخر. يعني إذا صامت صحة صومها، لكن الثواب بقى في ثواب لها، نسأل الله أن يهديهم. نعم، ما في ثواب، لكن سقط عنها الصوم ولا تقضي، يعني لا تقضي، خلاص صح صومها وسقط عنها الوجوب أو الفرضية. لكن نسأل الله عز وجل كما قلت، نعم، لها الهداية والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله كل خير. وإياه. إذا شك المصلي بصلاته في عدد الركعات ماذا يفعل؟ إذا شك المصلي في عدد الركعات، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك وأفتاه بشكل واضح، الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليدفع الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. الاستيقان ما هو أو اليقين أخي أبو عمر؟ دائما الأقل طبعا. نعم. إنه أنا صليت أربعة أو ثلاثة، إيش الأربعة شك صح، أما أكيد أنا صليت ثلاثة. نعم. اللي هو متأكد. الأقل إذن هذا الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، فليبني على الأقل إذن ما استيقن يقول أنا صليت ثلاثة، ثم يصلي الرابعة، ثم يسجد للسهو، يعني يقرأ التشهد، نعم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا على مذهب الشافعي. هاي المسألة بننبه إلى الإمام الشافعي يرى أن سجود السهو سجدتين بعد التشهد قبل السلام يكون. أبو حنيفة يقول سجود السهو يكون بعد السلام، يعني أنت تقرأ التشهد ثم تسجد عند أبي حنيفة تسلم، تقرأ التشهد وتسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، ثم تسجد للسهو، ثم تعيد التشهد مرة ثانية عند أبي حنيفة، ثم تسلم مرة ثانية. وهذا القول عند مالك أيضا، هذا القول عند مالك. أما الإمام الشافعي فعنده التسليم متى يكون؟ يعني تقرأ التشهد ويسجد للسهو ثم تسلم، ثم تسلم. كلا الأمرين واسع إن شاء الله، لكن قراءة التشهدين ضعيف، هذا المذهب ضعيف. نعم، جزاك الله كل خير. وإياك أخي. فشيخي الحبيب، هناك قضية هامة نلاحظ في المناطق المحررة الآن، هناك خلايا نائمة تتبع للنظام تقوم بالتفجيرات بعدة مناطق. ما هو الحل لذلك؟ رسالة للفصائل، للقادة الذين ولوا أمورهم على المسلمين وأهلنا الصامدين في المناطق المحررة وفي الشمال. أنا وصيتي لهؤلاء من القادة والأمراء جيش الفتح وحتى غيرهم، أي نعم، أن يهتموا أكثر بالجانب الأمني، أن يهتموا أكثر خلال الحواجز ومن خلال يعني دوريات في إدلب وغيرها من المناطق الكبيرة التي يكون هناك فيها، نعم، مفخخات واغتيالات وما أشبه ذلك، خاصة في هذه الآونة كما ذكرت كأنها كثرت، أن الشبيحة بدأوا ينشطون أكثر فأكثر. ما هو السبب شيخي؟
السبب والله أعلم أنه الحقيقة في ضعف أمني، نتكلم بصراحة، في ضعف أمني. يعني ربما عدد القوة الأمنية مثلا في إدلب المخصصة يعني للأمنيات يعني ودوريات كذا يكون قليلا. ربما القصف له دور، يعني فوضى، أصبحت فوضى بعد استهداف قلب مدينة إدلب وبقية المناطق. نعم، خاصة بعد أن الثوار لكي يحافظوا على المواطنين وعلى المقيمين، نعم، فأفرغوا المقرات العسكرية والأمنية وما أشبه ذلك من إدلب، يعني أنه غادروها حتى لا يجد حجة هذا النظام أو الروس أننا نقتل أو نهاجم الإرهابيين في زعمهم. فالظاهر أن نعم أعوان النظام والشبيحة ومن يؤيد النظام على تواصل مع النظام، نعم، ودعم مادي وكذا، استغلوا هذه الفرصة خروج الكثير من المجاهدين والمقاتلين والثوار وكذا، فبدأوا ينشطون. فنحن نطلب من إخوتنا في جيش الفتح وغيرهم من الفصائل القوية والمؤثرة، نعم، أن يهتموا أكثر فأكثر في الجانب الأمني، وأن يعني يكون هناك دوريات بكافة المناطق المحررة. صحيح صحيح، لكن كأنه هو الفلذان الأمني الحقيقة في إدلب وبعض المناطق حولها، ايضا في سلقين ومناطق اخرى ربما، نعم، يعني بالاخص عقده المواصلات منطقه سراقب. صحيح، تعتبر محور لانطلاق المجاهدين الى ريف حلب الى الساحل الى بقيه صحيح المناطق. صحيح، هناك حوادث كثيره حصلت. نعم، فان شاء الله نحن تكلمنا مع بعض الاخوه من اصحاب القرار. هناك بشائر، نعم، هناك بشائر ان شاء الله، وهناك ان شاء الله عمل دؤوب على زيادة عدد الأمنيين. نعم، وسيكون هناك دوريات يعني راجلة مشات، يعني يمشون في الليل وفي النهار، ودوريات أيضا يعني بسيارات يعني وغير ذلك، وسيكون هناك تحري إن شاء الله. تحري أيضا شيخي، نطالب بوضع أقصى العقوبات وتنفيذ حكم القصاص بهؤلاء خلايا نائمة من فترة مسكوا خلية في مدينة إدلب، نطالبهم بإقامة الحد والقصاص عليهم ليكونوا عبرة للبقية. صدقت، نعم، هناك مطالبات ونحن ممن طالب أيضا إن شاء الله. الطيارين الذين تم إلقاء القبض عليهم. صحيح، هناك مطالبات كثيرة، نعم، بإنفاذ حكم الله في هؤلاء، وأن يكون هناك يعني عقوبة زاجرة لغيرهم من الشبيحة وأعوانهم. نعم، أن يكون يعني على الملأ في ساحة، يعني أكبر ساحة مثلا في إدلب أو في غيره حسب المكان الذي نفذ. نعم، فيه هذا العمل الإرهابي الجبان. نعم، ولا بأس أن يصلب، أن يصلب حتى يكون عبرة لأصحابه وأتباعه ممن، نعم، يعني يعمل لصالح النظام. نسأل الله أن يحفظ مجاهدين وأهلنا الصامدين والمهجرين. جزاك الله كل خير. أهلاً أبو عمر. حياك الله. وسهلا. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم فتاوى من أرض الشام. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.